بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا ابتداء، الدائم بلا انتهاء. الحمد لله الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد النبي الهدى، رسول المجتبى والنبي المرتضى، مخلص من مسالك الردى، وعلى آله وصحبه نجوم الدجى، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء حول هذه المائدة، مائدة السيرة النبوية، ومع شمائل سيد الورى عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا في الحصة الماضية مع الحديث عن خلقته صلى الله عليه وسلم، ولعل آخر ما تحدثنا عنه لم نتممه هو وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه عليه الصلاة والسلام بين كتفيه خاتم النبوة. إن شاء الله نوقف مع وقفات قليلة جدا، لأن وعدتكم أننا نكمل الحديث على خاتم النبوة، ثم بعد ذلك نمر إلى موضوع هذه الحلقة اللي هو إن شاء الله بحول الله وقوته، يعني ومضات من عيش المصطفى صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوة يتكرر كثيرا في أكثر من حديث، وتجده في من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجموعة من الصحابة الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه يعني من حيث خلقته عليه الصلاة والسلام، يذكرون أن بين كتفيه خاتم النبوة. خاتم النبوة هو واحد اللحمة اللي خارجة في الكتف ديال النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر، قريب الكتف الأيسر، هي بين الكتفين ولكن تميل إلى الكتف الأيسر، وكان فيها واحد مجموعة ديال الخالات هي الشامات، مجموعة ديال الخالات، هذا هو خاتم النبوة. وهذا خاتم النبوة يعني ذكر في أكثر كما قلت لكم من حديث، حتى أن أم خالد هي إحدى الصحابيات كانت صغيرة فجاءت مع أبيها خالد بن سعيد رضي الله عنه، قالت جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبست يعني لباسا أصفر أو حلة صفراء، قالت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سنة، أي جميلة بلغة الحبشة، جميلة يعني ثوبك جميل. فقالت فأخذت أعبث بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لمست خاتمه، كانت تلعب خلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذت تلمس خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. قالت فزبرني أبي، أي نهاني أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دعها. هذا يعني حديث يدل على أن خاتمه كان بين كتفيه. وهذا الخاتم ديال النبوة كان معروف حتى عند السابقين، يعني كانت من علامات النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كتفيه خاتم النبوة. واللي بيت قرأ الآثار ديال أو قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه يدرك هذا الأمر. سلمان الفارسي الذي خرج من فارس معه، كان أصلا هو من عبدتي، كان مجوسيا يعبد النار، ثم خرج مع قافلة من النصارى من بلاده، من بلاد فارس، ذهب إلى الشام، ويعني تقلبت في الأحوال من راهب إلى آخر على اختلاف أحوالهم واختلاف طبائعهم، مهم واحد القصة طويلة جدا، لكن الشاهد هو أنه سينتهي به الأمر إلى أحد الرهبان، راهب على دين عيسى عليه السلام الصحيح، يعني موحد. فقال له إلى أين سأذهب بعدك؟ يعني أنت لم تعد ملغنشي، يعني شكون هو بمن توصي أن أذهب إليه وأتعلم منه وهو على دين التوحيد؟ فقال له لا أعلم أحدا على الأرض على ما أنا عليه، ما عرفش واحد ذهب في هذا الأرض على التوحيد الذي أنا عليه، ولكن قدنا خروج نبي، أو قدنا زمان نبي الخاتم يخرج في أرض العربي، مهاجره أي المكان الذي سيهاجر إليه بلدة ذات نخل بين حرتين، ذات نخل بين حرتين أي بين جبلين، حرة هي الصخرة العظيمة بين حرتين، يأكل الهدية أو يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. هذه العلامات اللي أعطاه الوصف ديال المهاجر دياله، وأعطاه ثلاثة ديال العلامات. المهم سيدنا
سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه رأى علم أن قافلة متوجهة إلى بلاد إلى الجزيرة العربية من الشام، قال لهم غنعطيكم هذا الغنم ديالي وكذا مقابل أنكم توصلوني لبلاد العرب للجزيرة. قالوا نعم، فأخذوا تلك المواشي التي أعطاهم إياها ثم باعوه عبدا، باعوه عبدا واشتراه يهودي، ذلك اليهودي ذهب به إلى المدينة وكان من سكان المدينة التي كانت تسمى يثرب قبل أن يهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب به إلى المدينة شاف تلك الأوصاف التي وصفها التي ذكر له ذلك الرحيم، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة، فذهب بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له صدقة لك ولمن معك. قال فأعطى ذلك التمر أصحابه ولم يأكل منه، فقال سلمان هذه الأولى وهذه الأولى. ثانية جاء بتمر آخر فقال له هذه هدية لك، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد البقيعة لتشييع أحد الصحابة. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند البقيع، قال سلمان فجئت خلفه، جاء خلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحاول أن يرى خاتم النبوة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده ف يعني أرخى رداءه عليه الصلاة والسلام. قال سلمان فما إن رأيت خاتم النبوة بين كتفيه حتى ضممته وأخذت أبكي، فقال لي تحول ثم قصصت عليه قصتي. فإذا خاتم النبوة هذا من العلامات الخلقية التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بها في كتب السابقين. هذا ما كان في خاتم النبوة. لندلف مباشرة إلى الحديث عن موضوع اليوم، وهو يعني طرف من عيشه صلى الله عليه وسلم. نقف مع أحواله صلى الله عليه وسلم، مع شكل بيته، لباسه، أحواله عليه الصلاة والسلام العامة في عيشه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن بحث عن تفصيل في الأمور يعني يحتاج وقتا طويلا. شوف قبل ما ندخل الحديث أو له الرأس ديال الحديث، هو أن عيشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كتحكم واحد القاعدة. القاعدة هي قاعدة كررها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة على أصحابه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، أش بيني وبين الدنيا، ما لي وللدنيا. فكان عليه الصلاة والسلام في قمة الزهد، في قمة الزهد. رغم دون ذكر بعض الأمور، إحنا دابا الذين تشبعنا بحب الدنيا جينا أمور غريبة جدا. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الدنيا باحتياط تام؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم يعاني الفقر في آخر حياته، ولكن كان زاهدا في الدنيا بما فيها، ما لي وللدنيا. دخل عمر رضي الله عنه أرضاه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أثر الحصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله، يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، فراش وتير في فرقيق ناعم أوثر من هذا، يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. قال لي المثل ديالي أنا والدنيا بحال شي واحد كان غادي واحد النهار صائف في الصاد ولقى واحد الشجرة فيها الظل وجلس تحت ديك الشجرة استظل ثم قام وأتم طريقه. واش هذا الذي يريد أن يستظل تحت ظل شجرة غيبدا يبني ويقاد وكذا وغيديرها كأنها مكان سيستقر فيه؟ لا، ليس مكان للاستقرار، إنما هي محطة فقط ينزل بها الإنسان ويعمل فيها ثم يحاسب عن عمله فيها. المحطة التي لا تساوي إلا يعني ساعة أياما قليلة حتى يوم القيامة، يقول الناس لبثتم إلا يوما نهار أو لا أقل من يوم. فإذا ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمن سار في يوم صائف ثم استظل تحت ظل شجرة فقام وتركها. وكان عليه الصلاة والسلام يربي حتى بنيه وآله رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا المعنى، إلى عدم التشبث بالدنيا، وأن يأخذوا منها ما يقيم أودهم وتستقر به معيشتهم، ضروري منها. الحديث
عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بيت فاطمة، فاطمة قرة عينه، التي كان يقول لها، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا رأى فاطمة قام من مجلسه وقبل بين عينيها وأجلسها مجلسه عليه الصلاة والسلام، الحب الكامل، يعني يحبها حبا شديدا. مشى عندها، فلما بلغ بابها رجع صلى الله عليه وسلم. أخبرت فاطمة بالأمر، فلما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجها ذكرت له ذلك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع عند الباب ومشى، فمشى عند سيدنا علي بن أبي طالب، قال: يا رسول الله، كنت عند بابنا ثم رجعت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت على بابها سترا موشيا، أي وجدت على بابكم ستارا مزخرفا، ما لي ولي الدنيا، ما لي ولي الدنيا. فذهب علي بن أبي طالب إلى فاطمة وذكر لها الأمر، قال: شفتك الستار المزخرف الجديد اللي داروا عند الباب، ثم رجع. فقالت: فليأمرني أفعل به ما شاء. قلت: يقول لي شنو ندير بهذا الستار اللي بغى نديرو، ماشي مشكل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ترسل به إلى فلان فإنهم أهل بيت بهم حاجة. كيفاش دير به؟ مشي تعطي لفلان، راهم ساكن ما عندهمش، إنهم أهل بيت بهم حاجة. هاد الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقف من فاطمة، يعني طاعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ اولا ونبينوا على ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المربي عليه الصلاه والسلام رب الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، رضي الله عنهم وارضاهم، رباهم بفعاله قبل اقواله. كان قران يمشي، الايات كلها التي جاءت في ذم الدنيا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتمثلها واقع عليه الصلاه والسلام، رباهم بافعاله قبل اقواله، ورب بنيه وحماهم مما يؤذيهم من الدنيا. ندب كنظنوا على ان المحبه هو ان نغرق انفسنا في الدنيا ونغرق بنينا في الدنيا اغراقا ينسيهم الاخره. الحد ديالنا حنا معشر الضعفاء المساكين هو ان على الاقل ما تنسيناش الدنيا ديالنا الاخره وناخذ نصيبنا منها. اما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مرتبه اعلى، هي مرتبة تستغربها النفوس التي لم تقارب تلك المرتبة ولم تستلد بتلك المنزلة يوما، هي منزلة الزهد. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى صلى الله عليه وسلم أن من الكياسة أن يعطي الإنسان الدنيا أكبر من قدرها، وقدرها: اللهم اجعل طعام آل محمد أو رزق آل محمد قوتا ما يقتات به الإنسان ويستطيع به أن يعبد رب. هكذا كانت نظرته. حتى ذلك الستار الجديد المزخرف لم حبا في فاطمة رضي الله عنها وأرضها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيقول: حيدي، ما جاش معك، لا يليق بك وأنت ابنة نبي، لا يليق بك وأنت سيدة نساء العالمين، لا يليق بك يا فاطمة هذا، دعيه لمن يريد الدنيا ويحب الدنيا. ثم أمر آخر في نفس المعنى، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كيف لفاطمة أن تضع هذا الستار المزخرف الجميل وبعض المسلمين يعيش جوعا وفقط، فلترسل به إلى فلان فإنهم قوم بهم حاجة. فهم؟ حيت لا يؤمن أحد، يعني لم يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، كما جاء في الأثر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة وهي ابنته أحب الخلق إليه، لما جاءته يوما تطلب منه خادما، عرفت علينا شي فلوس وشي جو من البحرين، تطلب منه خادما، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قويا، قال لها: لا أعطيك وأدع أهل الصفة يطوي بطونهم الجوع ولا أجد ما أنفق به عليهم. قال: أنا أعطيك أنت، نخلي أهل الصفة، يعني فقهاء الصحابة اللي كانوا يعيشوا في الجامع، كانوا يعيشوا في المسجد النبوي ليس لديهم ما
طعام ياكلونه، ولا بيوت ولا اي شيء، ولا عمل ولا اي شيء. قال خلي هاد الناس ونعطيك انت. لا ابدا. فكان دائما صلى الله عليه وسلم يضرب المثال بنفسه واهله، وملي بغى يبين الناس على ان لا نسب يوم القيامه لا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا. وملي بغى يتكلم على العدل صلى الله عليه وسلم ضرب المثل ايضا ببنته، لما جاء الناس الى اسامه بن زيد يسالونه ان يتشفع للمخزوميه تلك المراه الشريفه التي سرقت، وامر نفس بقطع يدها باقامه الحد عليها، فجاء اسامه بن زيد يتشفع، يا رسول الله المخزوميه امراه كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما اهلك، قال لاسامه اتشفع في حد من حدود الله، اتشفع في حد من حدود الله، انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تعلم. فيضرب المثال صلى الله عليه وسلم بنفسه باله وعلى راسهم ابنته حبيبته فاطمه رضي الله عنها، رضي الله عنها وارضاها. إذن مالي وللدنيا يبعد الدنيا عن نفسه وعن آله. وغيجي نتكلموا على غنتكلموا دابا على الزهد ولا رقه المعيشه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غنتكلموا حتى ان ماشي غير هو صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه كان لا يقاد في بيوت آل محمد النار، مما سياتي الحديث عنه. مالي وللدنيا وهي دنيا كما سماها الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى قال والآخرة خير وأبقى. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير، كان عنده سرير، وعلى السرير حصير شريط ووسادة من أدم حشوها ليف، مخداني كان كيتك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدم من جلد والدخل ديالها الليف ألياف النخيل. قال بين أنا عنده ادخل بعض أصحابه ومعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر دائما يتأثر بذلك الموقف عندما يرى جنب النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالحصير عليه الصلاة والسلام، فرأى ذلك الموقف فلم يعني لم غلبته نفسه حتى بكى رضي الله عنه. ويقول لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر، ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله كسرى وقيصر يعبثان في الدنيا كيفما شاء، وأنت رسول الله نراك على هذا الحال. كسرى وقيصر كان ملوك الدنيا، يتمتعوا في الدنيا حرير والديباج والفراش الوثير والذهب، انت رسول الله تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك. فقال له عليه الصلاه والسلام يا عمر اما ترضى ان تكون له الدنيا ولنا الاخره؟ قال بلى يا رسول الله. قال فانه كذلك اما ترضى ان تكون له الدنيا ولنا الاخره؟ تعالوا يا من تدعون ان محمدا دعا النبوة ليصبح ذا مكانة عند الناس، تعالوا يا من تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا النبوة ليصبح سيدا على قومه، إيش تشوفوا هذا الرجل الذي تقولون على أنه كذب على الله من أجل أن يجعل له مكانة؟ أهذه حال رجل كذاب؟ أهذه حال رجل يكذب على الله؟ أهذه حال رجل يطلب الدنيا؟ أهذه حال رجل يريد الدنيا؟ لو كان كذلك لاتخذ له قصورا واموالا وثروه وحرسا وخدما وحشما. مات ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. وعندي يقول لك لا راه دار هذا الشيء غير من اجل ان يجعل له مكانه، اكون بغاد المكانه كون خدها بدون بدر ولا احد ولا هجره ولا اي شيء من هذه المواقع كلها. عندما جاء عتبة بن ربيعة وهو صلى الله عليه وسلم باقي في مكة، جاء عند عتبة بن ربيعة صيفطته قريش وسير تكلم معه وتفاوض مع محمد، ربما باغي شي حاجة من هادشي اللي كيقول دابا فكرات فيها قريش، ربما كيقول باغي شي حاجة، باغي شي سيادة، باغي شي فلوس، مادام كيقول لنا انا نبي وكذا. مشى عند عتبة بن ربيعة فقال له يا محمد
إنه ما جاء رجل بمثل ما جئت به، وما جاء رجل على قومه بأشأم مما جئت به. فرقت جمعنا وشتت شملنا وسفهت أحلامنا، وفرقت بين الرجل وزوجه والرجل وأبيه والرجل وأخيه. يا محمد، إن كنت تفعل هذا من أجل الملك جعلناك علينا ملكا، وسيك ندير أعطيك الملك وتعينا وتعينا الشيء، وإن كنت تريد السيادة سودناك علينا، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من المال حتى تصبح أغنانا مالا، وإن كنت تريد النساء زوجناك من أجملهن، وإن كان هذا الذي يصيبك مرض لا تستطيع دفعه بعثنا لك في الطب حتى نشفيك. قدرنا قاعدك شيري فوق طاقتنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتممت يا أبا الوليد؟ فاسمع مني. فأخذ صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه من سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأخذ عتبة بن ربيعة بيده فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهدك الله والرحيم لا تسمم يا محمد. ثم رجع إلى قومه فرأوه من بعيد فقالوا: قد جاء عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. ما لك يا عتبة؟ قال لهم: دعوا الرجل وسائر العرب، فإن يغلبوه فذاكم ما تريدون، وإن يغلب وهو غالب فعزه عزكم ونصره نصركم. فقالوا: قد سحرك أيضا أنت أيضا يا عتبة، أنت تسحر في صبي أسكت. فإذا شويت نقول لكم نجي أن لو كان باسم يطلب بما يطلب بدعوته الدنيا، يعني لو كان مدعيا عليه الصلاة والسلام، حاشا صلى الله عليه وسلم، كان مدعيا أخذ الدنيا انتهى الأمر. لا، هو بعثه الله من أجل رسالة، حتى أنه لم يعني حتى ذلك الأمور اللي جت تابعة لنشر الإسلام، من انتشر الإسلام وفتحت البلدان وأصبح الصحابة في ترى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كله عليه الصلاة والسلام. فتحت مكة، دخل الناس في دين الأفواج، قال: يا ربي سبحانه وتعالى قد أديت الذي عليك، قد دنا أجلك، إذا جاء أنصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزلت عليه صورة، نادى فاطمة فقال لها: إنه قد نزلت علي كذا وكذا، وإنها نعي نفسي، طيب نرى سأموت، إن هذه هي مهمته. ولو كان يريد الدنيا لأخذها ممن يملكها سبحانه وتعالى. ألم يقول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده؟ تكلم على رأسه صلى الله عليه وسلم. ألم يخيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا أو نبيا رسولا فاختار ثانيا؟ ما كان همه صلى الله عليه وسلم الدنيا، وما كان ينظر إليها أبدا. وهذه الحال التي كان يعيش صلى الله عليه وسلم كان فرحا بها، كان فرحان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحياة التي كان يعيش. فعلينا حقا أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله خاصنا نقرأ سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش نعرفوا هاد خير الخلق صلى الله عليه وسلم كيفاش كان كيعيش. وعرفتي غير تعرفوا غير كيفاش كان كيعيش غيمحي لك هاد الأمور واحد المجموعة ديال التصورات الفاسدة التي يحاول بعض الناس أن يروجوا إليها في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو رجل متعتي ورجل لذتي ورجل يريد سيادة في قومه إلى غير ذلك منها. ورحم الله سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هذا من سادات التابعين. سعيد بن المسيب من اللي الوليد بن عبد الملك الأموي، خليفة الوليد بن عبد الملك، هذا كيتسمى مهندس الإسلام، إنه دار توسيع ديال المسجد الحرام والمسجد النبوي والقدس المسجد الأقصى وجد المصلى المرواني إلى غير ذلك، كيتسمى مهندس الإسلام والجامع الأموي في دمشق. هذا الرجل هذا بغى يوسع المسجد النبوي ويهدم الحجرات ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا حجرة عائشة لنا فيها القبر الشريف ديال صلى الله عليه وسلم، ولكن هدم الحجرات الأخرى. سعيد بن المسيب ذلك اليوم بكى بكاء شديدا وقال: ليت أمير المؤمنين ترك الحجرات حتى يعلم من سيأتي أين كان يسكن نبيه صلى الله عليه وسلم. شعرفوا الناس فين كان كيسكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تكون بقات أدخل يقول فين كان كيسكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله كان كيسكن هنا. ونقل لنا
الصحابة والتابعون شكل حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطرفا من معيشته صلى الله عليه وسلم، ومن شكل بيته وحجراته عليه الصلاة والسلام. حجرات ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت، نأخذ مثال حجرة عائشة رضي الله عنها. حجرة عائشة رضي الله عنها كانت الحجرة، وقدام الحجرة كاين بحال كنقولوا بهو. شنو بهو؟ بحال واحد الساحة، ساحة صغيرة قدام الباب ديال الحجرة. حتى هي عندها باب، يعني كتدخل مع الباب كتلقى واحد الساحة خاوية شوية. هذيك الساحة مغطية، كاين الباب ومغطي داك الباب بجريد النخل، داك الورق ديال النخل وكذا مغطية، غير بجريد النخل مغطية بحال هكا. وكاين هذيك الساحة خاوية، وكاين التنور حيث كانت تشعل رضي الله عنها النار، فين كانت كطيب خبز وكان تطهو الطعام في ذلك المكان، يعني في تلك الساحة صغيرة جدا، لا يتجاوز طولها المترين من الباب ديال الدخول، من باب يعني الدخول الى تلك الساحة الى باب الغرفة، يعني ما كاينش مترين طولا. كتلقى الباب ديال الحجرة، باب الحجرة على ما ذكر العلماء يعني بالقياس المعاصر هي 3 متر على 3.5، 3 على 3.5. هذه هي حجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مبنية بالطين، وسقفها من جريد النخل. هذا بيته عليه الصلاة والسلام. وكان يجد في بيته ضيقا، يعني البيت ديالو كان ضيق. وذلك الشيء لش في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل يسجد، كيبغي يسجد، كتكون عائشة رضي الله عنها ناعسة، مادة رجليها مش كيدير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يغمزها يمس لها رجليها باش تجمع عائشة رضي الله عنها رجليها باش يلقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أين يضع جبهته وهو يصلي ليلا. قالت فإذا رفع بسطتها، فإذا أراد أن يسجد غمزني. يعني معنى راه كانت غرفة رقيقة، في الارتفاع ديال الحجرات كانت ما كانش ارتفاع كبير، يعني في حال حنا دابا كنلقى طار راه الحسن البصري هذا ايضا من سادات التابعين. الحسن البصري كانت عنده واحد المكرمة سبحان الله العظيم، وانه تربى في البيت ديال ام سلمة رضي الله عنها، هند بنت ابي اميه، هي اخر امهات المؤمنين وفاتها، هي اخر وحده من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا. توفات رضي الله عنها على خلاف من المؤرخين بين 58 62، كاين اللي كيقول 58 كاين اللي كيقول 59 كاين اللي كيقول 60، المهم ادنى تاريخ حدده هو 58 هجري، يعني عاشت بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 49 سنه. وكانت عندها واحد المراه تخدمها، وهذه المراه هي ام الحسن البصري، والحسن البصري هو صغير تربى في بيت ام سلمة. كانت امه كتمشي تقضي المصالح ديال ام سلمة، وهو كيبقى عند ام سلمة رضي الله عنها. قال الحسن البصري يحكي عن نفسه وهو صبي صغير، قال كنت أنط، يعني كنقز، أنط النطة، فتمس يدي سقف بيت رسول الله. يديك تمس السقف ديال البيت ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أن راه كان في الطول منحدر، ما كانش سقف عالي، كان سقف هابط بزاف. فإذا طولا وعرض مساحة ضيقة، ارتفاعا أيضا منحدرة، طين وسقفه من جريد النخل، بيت في غاية التواضع. دابا يقول تقول شي واحد سكن فيه يقول لك حتى واش شي سكن هنا في عشاق. واش سيدنا محمد ما كانش قد يدير راسو قصور، يبني راسو دور، ما كانوش صحابه اغنياء، كان صحابه اغنياء، ولو امرهم لبنوا له قصورا. وهنا عمر بشي حاجه اخرى، هنا عبر بحاجه اخرى، هو كان كيشوف على انه الى غير جا واحد وقال قدامه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ان ذكر خير له من كل شيء. وهذه اللي قالها لسيدنا علي عندما ارسله الى خيبر، قال يا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وكان كيقول للصحابه ركعتا الفجر، يعني رغيبه الفجر، خير من الدنيا وما فيها. ولا مشيتي ودرتي واحد الاستقراء للنصوص اللي كيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا خير من الدنيا وما فيها، كتلقى كيقول ركعات خير من الدنيا وما فيها، صدقه خير من الدنيا وما فيها، لان الدنيا راه لا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لانه رسول الله، الله الذي خلق الدنيا لا تساوي الدنيا عنده شيء. فهي مرتبته ان لم نبلغها فلنحاول، الى غير حاولنا. ماشي كنقول
ترك الدنيا، ولكن على الأقل، على الأقل ألا تكون من أبنائها، أن تعيش فيها وأنت ابن للآخرة، وتعلم أن إلى ربك المنتهى وأن إليه الرجعة سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا ليست إلا قنطرة، وجيت تبني أنت في قنطرة طريق وبركة تبني فيها، واش كتبني في طريق اللي يعقل دايز في الطريق وكتبني في الطريق؟ ما طريق هذيك؟ سحر الدنيا عجيب جدا، سحرها عظيم. كان ابن الجوزي رحمه الله كيقول لهم الدنيا أسحر من هاروت وماروت. قال علاش؟ قال هاروت وماروت السحر الذي علمه الناس هو يفرق بين المرء وزوجه كما جاء في القرآن. قال أما سحر الدنيا فهي تفرق بين العبد وربه. قال يصعب أشد، فسحرها أشد. أتات بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، أتات ديال الدار ديالو، شنو زعما زرابي و يعني كما كنقولوا حنايا أرائك وسدادار والعود خاصو يكون كذا والديكورات أتات المصطفى. دخل سيدنا عمر رضي الله عنه عليه في حجرة الله يوم أن آل من نسائه، المهم واحد الحجرة بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ابتعد عن نسائه عندما طلبنا منه الزيادة في النفقة، كنا تكلمنا عليها في درس سابق محضر سابق. قال عمر فقلبت بصري فكيشوف في ذلك الحجرة فلم يرد بصري إلا كربة ماء وحصير ووسادة وثلاث أهل، ثلاثة ديال الهيضر، حصير كربة ديال الماء ووسادة. نعم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك مائدة يأكل عليها، كانت تسمى عن العرب الخوان، الخوان. قال أنس، وأنس ما كانت مع النبي 17 سنين يخدمه، وملي كنقولوا يخدمه راه ماشي يخدمه بهذا المفهوم عندنا المعاصر، يخدمه زعما كيمشي يتخلص من عنده، ماشي هكا. ملي تسمع فلان كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما تفهمهاش على أنه خادم بمفهومنا نحن، لا ابدا. انس بن مالك رضي الله عنه ملي جاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هاجر للمدينه، جات ام انس هي ام سليم الرميساء، جاءت بانس بن مالك وهو يعني ابن 10 سنين، قالت يا رسول الله هذا انس او انيس هو احب يعني احب اهل الدنيا الى قلبي، فدعه عندك يخدمك ويتعلم منك، خلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخدمك ويتعلم منك. فكان أنس ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين، 10 سنين حتى مات عليه الصلاة والسلام، ولا أنس عنده 20 عام، وكان كيخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبيته في بيتهم، لأن يعني بيتهم كان قريبا من حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيقول أنس عن نفسه كيقول الناس كيقول لهم يوم القيامة سأقول لرسول الله يا رسول الله خويدمك أنس، يعني يا رسول الله شفع لي وتشفع لي وأدخلني معك الجنة لخدمتي لك، أنا خويدمك أنس. وكان يقول للناس أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ما عمر سمعت منه أف، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هو شباب هذا خادم، هذا مفهوم الخادم عندنا احنا، ما عمره قال لي هذه علاش ما درتيهاش ولا علاش درتيها، ما عمره قال لي اوف. قال لك يوم واحد صيفطوا باش ينادي على بعض الصحابه، قال لك وجدت الاطفال يلعبون فاخذت العب معهم، فلم انتبه الا والنبي اخذ باذني يقول لي افلا غدوت الى حيث امرتك يا انيس، كنا مشيتي ديك البلاصه اللي قلت لك. انس بن مالك رضي الله عنه كما قلت لكم الذي مكث يخدم النبي 17 سنين كيقول ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط، عمر تحطت له مائدة عليها طعام قط، قالوا فعلى ما كان يأكل. سولوا قتادة اللي هو اللي روى الأثر على أنس، فقال قتادة كانوا يأكلون على السفر، يقول هذا بالسفرة، السفر هي المكنة في الأرض، سميت بالسفر لأنها دخلت من طعام المسافر، لأن المسافر ملي كيكون مسافر كيأكل في الأرض السفر، فكان النبي يأكله
يوضع له الطعام على الأرض عليه الصلاة والسلام. ومن نتحدث عن الأكل وأنه كان لم يكن يأكل على خوان، من نجي ندوي على أكل النبي صلى الله عليه وسلم، صح الإنسان سيستخدم. نمشيو لعائشة رضي الله عنها، باعتبار أنها زوجه أعلم الناس بحال بيته، قد يكون الناس اللي خارج بيت النبوة ما عارفينش، لكن الناس اللي لداخل هي مرته راه عارفة شنو كياكلوا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال والهلالان، يعني الشهر والشهران، ولا توقد في بيوت آل محمد النار. آل محمد نساؤه كلهن لا توقد في بيوتهن نار. فقال عروة بن الزبير ابن أختها أسماء: قال وما كان طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. كنك نكلو التمر والماء، طعامنا الأسودان، التمر والماء، صلى الله عليه وسلم. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث آخر: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. عمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شبع يومين متتابعين من خبز الشعير، يعني لم يشبع حتى من خبز الشعير. أما هذا الخبز الرقيق هذا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم قط كما في حديث أنس. خبز الشعير لم يشبع منه صلى الله عليه وسلم. الشيء علاش عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته عليه الصلاة والسلام بسنين كانت كلما ذكرته إلا وترثيه وتقول: بأبي من لم ينم على وثير، ما عمرو ناس شي حاجة وتيرة، بأبي من لم ينم على وتير، بأبي من لم يشبع من خبز الشعير، صلى الله عليه وسلم. وكتقول عائشة رضي الله عنها على أنه ما عمرهم كالوا في النهار أكلتين إلا أن تكون إحدى تلك الأكلتين تمر وماء، يعني إذا كالوا المرق مثلا كيأكلوا شعتين في العشية، عندهم أكلة واحدة في اليوم، والثانية إلا كانت غتكون غير بالتمر والماء. هكذا كان يعيش نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلا أن يبعث بعض الأنصار إليه بعض اللبن من منائحهم كما هو معروف. الأنصار على العموم كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويستضيفونه ويولمون له عليه الصلاة والسلام. لكن واحد الأثر جميل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادة علم على النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل المخ ويأكله نادرا عليه الصلاة والسلام، فمشى وذبح 40 ذات كبد، 40 بهيمة، وأخذ مخها ووضعها في إناء وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، ذبحت 40 ذات كبد لأطعمك من مخها. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المخ ودعا له صلى الله عليه وسلم. وبقات الأمور حتى الزمن الخيزران. الخيزران هي أم هارون الرشيد، مات هارون الرشيد زوجة المهدي، مشت المدينة فأخبرت بهذا الخبر، فقالت لهم: تعيطوا لي على كاع النسل ديال سعد بن عبادة، ولاد كل شيء اللي كينتسب لسعد بن عبادة يجي. لما جات قسمت بينهم مالا كثيرا وقالت لهم: هذا الشيء أعطيته لكم علاش؟ لأن أباكم قد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، جدكم الأعلى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم يوما. معناه أن الأنصار كان فيهم هذا الكرم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلموا الحديث الصحيح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد أبا بكر، فقال خرج عمر يوما فوجد أبا بكر، فقال لعمر لأبي بكر: ما أخرجك الساعة؟ قال: أخرجني الجوع. كانت سنة يعني شهباء كما يقال. قال لي: وتنا أخرجني الجوع. وين لقوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانطلق الثلاثة حتى وصلوا إلى بيت أبي التيهان، وهو أحد الأنصار الذي كان ذا مال وذا نخيل. فلم يجدوه في بيته، وجدوا امرأته فذهبت فنادته، فجاء رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: فالتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ يفديه بأبيه وأمه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم جاءهم بتمر فأكلوا منه، ثم قام إلى شاة فذبحها، ثم جاء بمرق
ولحم ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض اللحم وقال: بعثوا به لفاطمة فإنها لم تصب منه منذ أيها. صلى الله عليه وسلم. فاطمة تأكل شوية من الشراء، شحال هذه ما أكلت لحم. فإنها لم تصب منه منذ أيام. ثم غرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم بالدمع. الصحابة يستغربون. ثم قال لهم: تمر ورطب ومرق وماء، هذا والله هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ثم تلا قوله تعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم. أي ولا تسألن يومئذ عن النعيم. إحنا دابا إحنا راه عياذا بالله كاين واحد الكفر لنعمة الله خطير جدا، وإحنا معنا مالي وإحنا ما عندناش والناس كذا، وكتلقى الحمد لله آمن في سربه، عنده قوت يومه وعنده ما يكفيه، وثلاجته عامرة كونجيلاتور عامرة، كيمشي للسوق وكيشتري ما يريد، ورغم ذلك يتسخط ويبكي، وانا وخاصني ودرت وفعلت، حول ولا قوة الا بالله العلي. وسيدنا محمد كيقول لهم غير التمر والماء وبعض اللحم، كيقول لهم هذا والله هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله ان يعرفنا الامور كما هي، ان نعرف الاشياء كما هي، نشوف الدنيا بحقيقتها، وأن نعرف الآخرة بحقيقتها. فإذا ما اتضحت لنا الرؤية جيدا، عرفنا الدنيا بحقيقتها والآخرة بحقيقتها، حينها لن يملك قلبك إلا وجوارحك إلا أن يكونوا من الزاهدين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، وقلت لكم في الأول لم يكن فقيرا، كان فقيرا ثم أغناه الله، وهو ما قاله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: وجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما لم يعطي الأنصار من غنائم حنين، قال لهم: ألم آتكم فقراء فغناكم الله بي. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين يديه الدنيا ولكن تركها، وهذا هو الزهد، لأن ما يمكنش أنت دابا تمدح شي واحد أعمى بغضه للبصر، وما يمكنش أن تمدح أبكم بكونه لا يغتاب الناس، كيف ستمدحه؟ لا يمدحه بذلك الأمر، لأنه ليس بطاقته أن يفعل العكس. الزاهد هو الذي يملك الدنيا ويتركها ويزهد فيها، يزهد فيها. أما اللي ما عندوش راه ما عندوش. شاش واحد من العلماء جاو شي وحدين هم فقراء ويدعون الزهد، فقال: من هؤلاء؟ قال لي الزهاد. قال لهم: ليسوا هؤلاء الزهاد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، جاءته الدنيا فتركها، يكون الزاهد. كيكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما. عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة يوما ووجهه متغير حتى ظنته مريضا، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: 7 دنانير لم أقسمها بين الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: واحد 7 دنانير بعتوا عندي ما أعطيتهمش للناس. صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بثوب جديد عليه الصلاة والسلام، والصحابة حوله، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الثوب، ودخل ولبسه صلى الله عليه وسلم فرحا به. فقام رجل بين الناس وقال: يا رسول الله أعطني ذلك الثوب. فقام ونزع ثوبه ذلك الثوب وطواه وأعطاه له. جي الدنيا فيتركها صلى الله عليه وسلم. ألم يعطي لرجل واحد، أعطى الرجل واحد غنم بين جبلين، قال: يا شيخ غنم هي لك. فذهب بها الرجل إلى قومه وهو يقول لهم: جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. جئتكم من عند واحد رجل لا يخشى الفقر، وما كيكونش عنده أحيانا، وكيجي عنده واحد يطلب منه مالا، وكيتسلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعطي ذلك الرجل، ولا كيقول ليه تسلف أو اقترض باسمي، يعني أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيؤدي. حتى قال له عمر يوما: قال: يا رسول الله ما كلفك الله، كلفك الله أن تعطي أن تقترض من أجل أن تعطي هذا الرجل؟ فقال له أحد الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، غير أعطي ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال للأنصاري: هكذا أمرت أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كان
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتجي الدنيا ثم يصدها بصدره عليه الصلاة والسلام وبيديه. جاب لي أبو جهم بن حذيفة رضي الله عنه، جاب لي واحد الثوب فيه أعلام وخطوط وحلة طيبة، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن سلم حتى نزعها وقال ردوا لأبي جهم جبته فإني نظرت إلى أعلامها في الصلاة. راه انا كنت كنصلي شفت في الخطوط ديالها، شاف غير في الخطوط ديالها اللي بصافي ردوها لي لا اريدها. فهمنا؟ اذا كان صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن فقيرا ولكنه كان زاهدا في الدنيا عليه الصلاه والسلام. ترك سيدنا عليه الصلاه والسلام درسا للناس وزهدا، ترك درسا للناس في الزهد لمن يأتي بعده، عبرة. حياته كانت عبرة صلى الله عليه وسلم، لقد كان لي في حياتك عظات وأنت اليوم أوعظ منك حية. حياته صلى الله عليه وسلم كانت عبرة ودرس، دائما يتوارثها الناس ليرققوا بها قلوبهم ويتبصروا بها بسيرته صلى الله عليه وسلم في أحوالهم. قام النعمان بن بشير يوما على أهل العراق، كان واليا عليه خطيبا، فقال لهم ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ تأكلوا وتشربوا اللي بغيتم؟ قالوا نعم. قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، ما لاقيش من التمر الرديء ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. واستضاف أنس بن مالك يوما تلامذته ووضع لهم خبزا رقيقا وشاتا، شاتا صميطا، يعني شات كلها بالجلد ديالها مشويه محطوطه قدام، ثم قال لهم كلوا كلوا، فما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم راى رقيقا او راى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا راى شاتا صميطا بعينه ابدا. اليوم كلوا، راى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عمره شاف خبز مرقق، يعني كان يأكل خبز الشعير الغليظ الخشن، ما رأى خبزا مرققا رغيفا مرققا، وما رأى شاتا صميطا بعينه عليه الصلاة والسلام. كان يأكل لحم لم يرى شاتا صميطا كاملة مشوية أمامه عليه الصلاة والسلام بعينه قط، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. أيها الكرام، نحن محتاجون حقا أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون. عرفتي لا، ربنا غير وليداتنا وربنا نفوسنا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي، كان يتمثل القرآن، كنا متأكدين أن نعيش حقيقة في رضا وقناعة. إذا كنت فقير تعيش بواحد القناعة واحد السعادة ليس بعدها سعادة، لأن يعني القناعة كان زلايفنا. وإذا كنت غني لن يدفعك غناك إلى الكبر، ولا أن تتربع الدنيا في عرش قلبك. غنى المال في اليد لا في القلب. قد كان من الصحابة من هو غني ولكن لم يكن يعرف بين خدمه من تواضعه، ولم يكن متجبرا متكبرا في الأرض، وكان منفاقا معطاء. هذا هو، إما أن تكون فقيرا صابرا أو غنيا شاكرا، هذا هو حال المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا ويغفر ذنوبنا. قلت لكم إن عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته صلى الله عليه وسلم كانت درسا وعبرة لمن يأتي بعده، وهذا والشيء خدوه الصحابة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتربوا عليه. عائشة رضي الله عنها كان كيجيها المال كثير فتنفق، يوم كانت صائمة وجاها مال كثير فدفعت ذلك المال للفقراء، ولم تجد ما تديرها من تشتري به طعاما لتفطر به، لأن أنفقت كل ذلك المال. الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا توجسون من الدنيا ويخافون منها، كردوا البنزيان لأنهم تربوا على بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كيقول ابتلينا بالدنيا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا قبلها بالضراء فصبرنا. قال لك ابتلينا بالضراء فصبرنا، يعني عندما كانوا في مكة مضطهدين، عندما كان أبو أمية بن خلف يعذب بلالا، عندما كان أبو جهل يعذب آل ياسر، عندما حوصروا في الشعب حتى أكلوا أوراق الشجر، عندما
أخرجوا من مكة إلى المدينة وتركوا دورهم وأموالهم، كل هذه ضراء عاشوها وصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم وواجهوا تلك الضراء. قال وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني السراء هو ابتلاء أعظم من الضراء، الضراء هو ابتلاء أخف من السراء. والغريب في المسألة ديال الابتلاء بالسراء هو أن كثير من الناس لا يظنه ابتلاء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون. وقال سبحانه وتعالى لسان داود عليه السلام عندما رأى عرش بلقيس أمامه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لكم الفترة ديال الضيق صبروا الصحابة، ولكن الفترة ديال الصراء جاتهم صعيبة. إمام أحمد قصة معروفة أنه أودي من طرف المأمون والمعتصم الواثق، لما جاء المتوكل أغدق عليه المال، قالوا أيهما أعظم يا إمام، أي الفتنتين أعظم؟ قال فتنة المتوكل أعظم من فتنة من سبقه، هي فتنة السراء، فتنة السراء. رحم الله علي بن أبي طالب عندما وقف عند قبر أحد الصحابة، أحد الصحابة ماتوا ودفنوه، فوقف عند قبره وقال رحمك الله أدركت صفوها وسبقت زيفها، أدركت صفوها، اللحظات التي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهم يوم الأحزاب يرتعدون بردا ويرتعدون أيضا خوفا، لأن بلغت القلوب الحناجر، ويرتعدون خوفا من أولئك المحيطين بهم، حتى يعني الصحابة حتى وهم يعني في أحد يفقدون أحب الناس إليهم، حتى وهم خائفون على أنفسهم في ظهر الأرقب بن أبي الأرقب في مكة، كل هذه الظروف التي عاشوا مع النفس، ولكن كانوا يشعرون باللذة، كانوا يعتبرون أنها من صفو العيش. وما فتح عليهم من المال والثروات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدونه من الزيف. ولذلك قال علي وهو يرثي صاحبه الذي دفنه يقول له رحمك الله أدركت صفوها وسبقت زيفها. وتم تأثر عجيب وعظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جاءته كنوز قصر كسرى فيها الذهب والأموال شيء كثير، أخذ عودا وأخذ يقلب ذلك المال لم يمسسه حتى بيده، وقال إن قوما أدوا هذا لأمنا، ثم بكى. قال له علي بن أبي طالب ما يبكيك يا أمير المؤمنين، هذا يوم أعز الله فيه الإسلام. قال اللهم إنك قد منعت هذا المال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خيرا مني وأفضل، ومنعته أبا بكر وكان خيرا مني وأفضل، ثم أعطيتنيه، اللهم إني أعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتفتنني، اللهم إني أعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتفتنني. المهم أيها الكرام، ختمة الكلام، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعيش هذا العيش الذي يظهر لنا نحن أن فيه مشقة وصعوبة وضيق، ولكن في نفس الوقت كان مرتاح البال مطمئن النفس. كان صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت المتواضع يعيش مع نسائه سعادة ليس بعدها سعادة، وحتى مشاكل بيت النبوة قليلة عدت أطراف الأصابع. هذا بالناس كتلقاهم يعيشون في بيوت واسعة، ولكن المشاكل تضيق عليهم تلك البيوت فكأنها جحر ضب، ولديهم أموال طائلة، ولكن شقاء ابنه المدمن على المخدرات أو شقاء أو زوجها المدمن على القمار أو أموال الربا أو غير ذلك من الأمور تجعل معيشتهم ضنكا. أحوال كثيرة ديال الناس من حيث الظاهر كيبان على انه راه عايش السعاده وعايش الشقاء، وديك النظره الدنيويه اللي شفنا بها ان هذاك عايش السعاده هي اللي كنبغيو نسقطوها على بيت النبوة، كنشوف داك كنقولوا هذا شقاء، ليس شقاء، بل كانت تمت السعاده بكل ما تحمل كلمه السعاده من معنى، حياه طيبه هنيئه. كانت عائشه تقول في النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهله يخيط توبه ويخصف نعله، ما ضرب النبي امرأة ولا صبي قط، ما دخل على نسائه إلا متبسما عليه الصلاة والسلام. بل حتى في مشاكل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يدبر هذه المشاكل الأسرية. وختم غير واحد الموقفين وسألوا لي أن كلام فات شي طويل بزاف. لما اختصم يوما النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة حالي قال البيوت ترى نقاش بينه وبين زوجي عائشة، قال لي أنا بعثوا لي حكما يحكم بيننا، شي بوش واحد يحكم بيننا؟ قالت نعم. قال أنا بعثوا لي عمر، قالت لا، عمر شديد غالية. قال أبوك أبو بكر؟ قالت نعم أبي. فجاء أبو بكر فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة، شو هذا البيت، كيفاش حتى المشاكل تعالج؟ قال لعائشة أبدأ أنا أم تبدأين أنت؟ قالت ابدأ أنت ولا تقل إلا حق. فقام أبو بكر ليضربها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين أبي بكر، اختبأت بالنبي صلى الله عليه وسلم والتصقت بظهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما دعوناك لهذا؟ ثم طلب منه أن يخرج من البيت. فلما خرج أبو بكر التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال مبتسما صلى الله عليه وسلم أترين كيف أنقذتك من الرجل؟ عشتي كيف شتقتك منه؟ فأخذ يضحكان حتى على صوته ضحكهما، وأبو بكر عند الباب فدخل. قال يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما تشركانني في حربكما، أو كما قال رضي الله عنه. شوف كلمة غيرت الموقف كله. ولما جاء أحد الصحابة بقصعته من تريد، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيوف في بيت عائشة، وجاء أحد بقصعة تريد، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذه القصعة؟ قال لي من بيت أم المؤمنين صفية، أم من أمهات المؤمنين، صوبت ذاك الطعام وجات لي سيدنا محمد. فغارت عائشة، كيفاش هذه صيف الطعام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، يعني كأنها تزدري أمري أو غير ذلك. فأخذت تلك القصعة بمرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيوفه فضربت بها الأرض. هنا وقع مشكل، كيفاش غيحلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ غياخذ القصعة ديال عائشة وغيعطيها لهذاك ويقول اذهب بها إلى صفية، عوضها الأخرى، ثم جمع ذلك الطعام ومسح يده ورجع إلى ضيوفه يقول غارت أمكم، غارت أمكم. انتهت القصة هنا، غارت أمكم، يعني إذا عرف السبب بطل العجب، والسبب هي الغيرة، وإذا عرف السبب في 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 هذا التصرف النبوي بطل العجب، لأنه الذي زكى الله خلقه ووصفه بأنه خلق لا خلق عظيم، فإنك لعلى خلق عظيم. هذا الشيء قلت لكم في موطن الخصام، أما موطن المزاح والمداعبة وموطن فلكثرته لا يمكن أن يذكر، يعني ذكرنا غير مواطن يوقع فيها النزاع، وإلا فحياته صلى الله عليه وسلم كانت دائما حياة سعادة خير فضل حب ومودة ورحمة معه ومع يعني مع آله وأقرب الناس إليه، وحتى يعني أهل المدينة كلهم نالهم هذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام. وصراحة ما كنسخاوش وحنا كنتكلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنسخاش، لأن كنتكلم على واحد الرجل سبحان الله العظيم، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لم تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء، وأبديت حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بحلمك السفهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.